السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير سباكيتي بلا صوص طوماط والكفتة نزولا على طلب بعض الاخوات اللي طلبوهم مني. كنتمنى هذه الوصفة تنال اعجابكم. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة كمدوبه كناخدو مقلة او كسرونه كنديروا فيها ثلاثه المطيشات محكوكين ونص بصله محكوكه. كنزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق كبار، الملح على حسب الذوق، كنزيد واحد معلقه كبيره خليط ما بين القزبر والمعدنوس وفص ديال الثومه محكوك ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. التوابل غادي نحتاجو فيهم شويه ديال الخرقوم البلدي اللي هو الكركم، شوية ديال سكنجبير، الزنجبيل، شوية ديال التحميرة اللي هي الفلفل الأحمر، وشوية ديال الإبزار هو الفلفل الأسود. غادي ندير هاد العناصر أو الصلصة فوق البوطة حتى كتطيب لينا شوية. كنزيد فيها شويه ديال الماء وكنزيد عليها هاد الكفته اللي خلطت معاها، درتها كويرات، خلطت معاها شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره. دابا من بعد ما تقلات شويه المطيشه ديالنا مع البصله غادي نزيد واحد كاس ديال الماء مع مارش وغادي نزيد عليهم الكفته. غادي نخلي حتى كطيب الكفته مزيان صافي كنطفي عليها وكيشرب شويه الماء ما تبقاش هاد الماء كله. صافي دابا من بعد ما طابت لاصوص ديالنا كتولي بحال هكا خاطره. هنا عندي سباكيتي صلقتها مع الماء والملح والزيت وصفيتها. دابا غادي ناخذ الاناء ديال التقديم نحط فيه السباكيتي هي الاولى. غادي نحط فوقو لاصوص مع الكفته غادي نحك فوقو يا اما جبن الموتزاريلا او فرماج حمر او اي جبن كيتوفر عندكم. هذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، هي سهلة بزاف ما كتاخدش الوقت كثير وبصحة والراحة.